مساء الخير، كيفكن؟ اليوم عنا فيديو جديد على شغلة شوي غريبة شفتها امبارح بالسوبر ماركت. تتتان كينج ايج. هلأ بدنا نقول شغلة انا اشتريتها مخربة، فكرتها كيندر، انه كيندر حجم عائلي، بس طلعت حقيقة مخربط كتير، لانه هلأ بعد ما طلعت عليها انتبهتنا كينج ايج منا كيندر، مع انه ما شاء الله مقلينا بطريقة كتير منيحة، المهم كبيرة ما شاء الله قد الايد، يعني فيكم تلاقي وقت شقف الطابي. هلا اللي بيضحك انه حقها 2000، كان لازم شك انه في شغلات ما عرفت انه حقها 2000. كينج ايج بومبا، انه هيدي بتقفش هيك بتفتحها وبتكبها وبتفقع بوم هيك، ولادك اذا جبت لهم اياها بترتاح منهم للابد. ها نقرا سمايل ويز مي. اخ ليك نايس سكويرل. نعرف هذه قطره ومقطوره ولا اتس شحن ولا شال شو بيعرفني. ريتش سويت سربرايز جيفت، كانوا نجيبوا اربع كلمات ما لهم علاقه ببعض، ريتش سويت سربرايز وجيفت وحطوها مع بعض، حتى شاكك انه هيدي جيفت. اتس لوك لايك شيبت سبت، المهم هيدا السكوير الملعون بيشبه السكنك، لانه هيدي بتكون فوق بالعاده وحامل البلوطه، بحثوا هالبلوطه. المهم طلع من ورا ان شاء الله يعمل اوتو فوكس، كمان ما عم تعمل اوتو فوكس، هات لنا نعمل لها مانوال فوكس. هي الساد اونيون مثل العادة 0.3. اوه يا شباب تعالوا نطلع كونتنت. لولي بوب سويت تويز valued only for one year from the date of production made in Lebanon. هاي اللبناني افتخروا بالصناعة الوطنية يا اصدقائي. هذه القصة مني فاهم شو عم بيصيخ، يعني عمل لها بينة السولت شيكر، هات لنجرب نظبط يلا. بالمناسبة هذا السدرة الفيو فايندر ما تستغربوا. شوفي عنا اشياء تانية نقراها، المحتويات هيدي مثل ما كنتم شايفين ما في شيء، كمان فرنساوي انجليزي عربي. الله يساعد القصة. معلومة صغيرة، في زرقاء وفي زهري من فوق. هلا بالنسبة لاني انسان طبيعي وخريج جامعة بقدر افهم، بلو فور بويز بينك از فور جيرلز، مع انه ما انا ظابطة بلو بويز بينك جيرلز، لازم يكون مثلا اذا جيرلز بشون شيء بالجه، شو في لون بالجه جلجامش طلعت معي بعرف ليه، جريب فروت لازم يكون لونه جريب فروت يعني فور جيرلز. اوكي يلا بسيطة. المهم في شيء من هون ما بعرف كيف بدا العناية الإلهية او شيء شغلي نقرا عليها. صار بدوق فتحة. هولي شيت. ها لولي بوب اسمها هارتي بول توتي فروتي. نشوف يعني هيدي كتير ساين اوف جود فيث وعلامة ايمان كبيرة، بس تيجي تفتحها تنخزق الورقة، يعني اولي شيت انه موفرين بحق الورق. بنفتحها من تحت هالمرة، ما بعرف شو صاير، عملت التوتي فروتي احية سوست مثل غيرها. تعالوا نتكل على الله نقرا الفاتحة ونقول ان شاء الله ما نموت من وراها. تيست لايك شيت. لا نكمل حديثنا. شغلتي فكرت بعتني تا 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 فيوري كراميل. باي جاد اي هيت كراميل. بسكوت فيوري كراميل شوكولاته بالحليب ناعمه مع النوجا، والله منيحه. حوش 50 جنيه كثر خير الله. شها زين ليه وين يفتحوا؟ هولي جوب مان ده بده يفتح احوال. عرفتوا هيدي شو؟ هيدي المطاطة وعليها بورت كلي. صرنا من 2018 عم بيعطوا هيك. اخ هيدي. بعتقد انجلطت. المهم التوي هي هيدي. كمان ما بعرف كيف مسكرين، انه بالعاده بيسكروا الكيس بالطريقة انه الولد فيه يفتحها، يعني انا جحش قد الحيط ما عم قدر افتحها. واو. يعني البين جوب عليها رهيب. اول مره اشوف طياره هيك، يعني انه بيضه من فوق سوداء من تحت. كنت بفكر فيها شيء مطر او شيء شغله، ما فيها شيء. هولي دوغ. هلا بقي هيدي شو هي؟ هيدي معزبين حالهم في شيء من فوق على القليله،
It's toys made in China. لا كنت مفكرها made in Japan يعني. حذروا شو؟ والله it's حديد وبقلبها هان اتكل على الله. نعم من وين من هون بيحطوها؟ اوه اوه ماي جاد اوه يا يو فيل ذات سهرة عم تعطي ما حزيدها كثير احسن مع اكسترا هلا سوا ما جبناها زحوني هلا هولي هولي مولي الساعة عم تبرم بالمناسبة أنا كتير مستغرب من هيدي إنها it's actually fine يعني المهم تعال ما فيني أوصلها لأنه الترايبود قدامي والله ما توقع الكاميرا ما أوكي يعني هيدي منيحة أوكي بعترف إنه هيدي قطعة منيحة طلعت فيها المهم عنا هيدي شغلي هي آخر مرة بجرب آخذ فيديو بهاي الكاميرا في عنا ها في عنا هيدي البيس أوف شيت عنا الطيارة اللي أنا عين سميها طيارة عنا شوكولاتة تبع 100 ليرة وعنا أهم شيء اللولي بوب هات لنشوف بركي أنا كان بين شيء تعرفوا بعد التفكير it still tastes like shit المهم هذه كانت شو اسمها الكينج اك يعني هيدي البيضة من حجم بيضة الله يستر ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهالفيديو الزبالة الله يساعد يعني انحى علي انا فكرتوا شيء طلع مثل التومبولا او شيء سحبة راك حال شوفكم ان شاء الله فيديو جديد وان شاء الله نجيب شيء احسن من هيك مرة تانية الله يستر يلا باي